عسلم. مرحبا بك للا. لبس عليك مدام. الحمد لله. قد منا روحك. انا مواطنه تونسيه نعيش في سنتر فيل. عندك برشا تعيش في سنتر فيل؟ اي مولوده في سنتر فيل، احنا عندنا 100 سنه لهنا. ما شاء الله. اسمع. ما شاء الله. آي. بلديه حره. لا مش بلديه، اما اي سنتر فيل. موضوعنا الجيل الجديد من اول الاهتمامات نتاعو هو المال، صحيح ولا؟ صحيح. شنو هو السبب؟ شنو السبب؟ خاطر المظاهر ولات خضيعه على حوايج غاليه، يحبوها دو ماخك، يحب تليفونه اخر صيحه، يحب السبيدري نتاعو اخر صيحه، ما عادش يرضاو باللي يجي، ما عادش كهو. تقدمت الدنيا بالانترنت ولاو عنده في بعضهم كهو، يحبوا اللقمه زاد البارده. الجيل هذايا ما شاء الله عليه يحب السبيدري ب 500 ويحب يصيف من عرش انا 5 توال دو لوكس، ويحب يسافر ويحب يقرا ويحب يعملهم الكل فرد وقت. لا شنو هو الناتج عنه هذا؟ كهو الناتج عنه الميديا، الناتج عنده الانترنت، فهمت؟ الانترنت هي اللي بصراحه كارثه، كارثه كبيره برشا بصراحه. ويحبوا يكونوا نفس المستوى، فهمت؟ كيما اللي بو يدخل مليار، كيما اللي بو يدخل مليون شهريه، ما يجيش اسمو يتعلم يتدرج ولا يعمل على روحه، فهمت؟ ما ينجمش يكون الناتج عنه انه الاولياء ما ربيوش صغارهم على القناعه. لا شو الاولياء راي وظيفتهم توفى وقت اللي هو يخرج يقرا، فهمت؟ خاطر المجتمع هو اللي توا طاغي اكثر من كيفاش نقول لك، اكثر من التربيه نتاع الدار. او ديجا مع لاج دو 3 يبدا البر، فهمت؟ مش عكسنا احنا، راه كاو عنده بعضهم العناد، مش حتى في حاجه باهيه. انا ما نكذبش عليك، انا بالنسبه لاولادي خديت الباك صايي تمشي تخدم سيزون يا اخي. انا ما يقلقنيش يدخل 600 800 في شهرين، ما يقلقنيش، من بعد نزيدوا عليه. او ديجا يخدم طفله زادة تخدم في فرنسا في نيس تقرا وتخدم، يسمك زادة تغرس انت في ولدك، ما يخش اللقمه البارده زادة سامحني. اللقمه البارده ساعات ام تحط مستقبل ولدها وهي ما كيفاش نقول لك، ما فقدش بروحها، مش بالعاني انها الطفل كيما قلت انت كي يلقى مصروفه اليومي لبسته يبخل ما يمشيش يخدم. علاش باش يمشي يتحب؟ تحب تدلل ولدها وتوفر له كل شيء. واش الدليل عندي انا؟ الناس كل جايبه كعبه كعبه، ما عادش شكل خمسه والسته والسبعه، تلقاها عندها بنيه ولا يتسامحني، مش دليل هذايا سامحني. خاطر باش يدخل على حياه هو نهار اخر، شنيا باش يعرف باش نصرف على مرته، انا نهار اخر باش يعمل على روحه. هو يحمد ربي لقابوه وامه قراوه وعطاوها باش يعمل اي فوالا، باش يلبس وباش وديبلاسمون. انت تعرف الانترنت والوحده لي فوايي وتخصو دو فوايي والكل، انت امك واسطتك نزيد نكمل من بعد نصرف عليك. نو بون انا الطفله مي طفل بصراحه اون فوا صلى يمشي يخدم سيزونيير، قداش مصروف ما نعرفش انا، زوز ملاينا اعطيني 800 نكمل لك 12 ملاينا، فهمت؟ باش كي يبدا يقرا يقول لي اعطيني مصروفي، يعرفك المصروف هذاك كيفاش تعب عليه انا، معناها يتعلم شويه كيفاش يتحمل المسؤوليه، يساعد ويعرف كيفاش يتحكم في 10 آلاف اللي تبدا في يده. اما سامحني نلقاهم انا نشوف فيهم، راه انا ديجا نعيش في سنتر فيل، نشوف في امهات مسكينه تلقاها تكلت وتسلت والصبح تحط له 20 ألف تحت المخده. ليه ما نكذبش عليك انا؟ ووقتها بالحق ما عادش يمشي يخت. ليه ما عادش الجمله صايي؟ عاد قلت لك لقمه بارده فاش قام قايم السته يحك في عينيهم يخدم، باش يمشي ياخذ مترو، فهمت؟ ويمشي يخدم. ليه ما عادش يخدم سامحني؟ يقول لك الشهريه اللي باش نمشي ناخوها هكا امي تعطي لي فيها كل يوم. قلت لي سهله يعني، متوفره سهله، واللقمه زاد يروح يلقى اعز لحمه ياكلها هو، عصفر شرقت فيه هو، الدليل ما عادش. وذاك اللي يخليه حتى كي يشد خدمه يخرج منها وما يقلقوش، يقول لك تي اللي نخدم فيه ناخذ فيه في الدار. فوالا يبدا معنتز على عرفه، فهمتني؟ ويحبوا من نهار الاول زاد مترسم وشهريه باهيه. ما يرضاوش بالقليل، كنت تعودوا مثلا سيزونيير، سيزونيير قداش يخلصوا في تونس؟ واضح وصريح، فهمت؟ صاي هو قبل السالير هذاك نهار اخر يخدم اللي يجي حتى تلقى ما خير، فهمت؟ وذاك اللي زرعته انا في اولادي، انا قلت لك بنتي في نيس تخدم وتقرا. ما شاء الله. اقسم بالله. حكينا على الانترنت قبيليك، قلت لي الانترنت ملي جيت بدلت برشا حاجات. بدلت برشا حاجات. بدلت لنا عاداتنا وتقاليدنا، بدلت لنا معيشتنا، بدلت لنا حتى اللهجه، بدلت برشا حاجات، برشا حاجات بدلت الانترنت. الحياه قبل الانترنت.
محلاها حياة قبل ما تجي الانترنت، حياة حقيقة تركب 66 كيف مرهونة في ورقة وستيلو. تحب تبعث ميساج اكتب، فهمت؟ توا كل شيء في المتناول، توا في الدار يجي كل شيء، كل شيء. قبل نهبطوا للمكتبة باش تمشي تريفزي ولا ما نعرفش انا اي معلومة تمشي يزمك تمشي عليها للقصبة باش تطلع المكتبة وتعمل اشتراك في المكتبة، توا يبدا في الدار وكل شيء يجي حاضر. ممكن الانترنت سهلت شوية حاجات في اللي قاعدة تحكي لي فيه توا، اما فما برشا عباد ما عرفوش كيفاش يستغلوها. فوالا مش في الفايدة، فهمت؟ انت والعقلة يا را، وانت والعقلة يا. حتى توا زوز باش يتعاركوا مع بعضهم، يبداو يكلاشيو في بعضهم في ستوريات مثلا. يجيبوا بعضهم في ستوريات. سي صحيح. ليلي مع كامل احتراماتي بالنسبة لكم انتم الانترنت وقتاش دخلت للدار، وقتاش بدلت لكم حياتكم؟ بون بالنسبة لي انا وقتاش عندها 10 سنين، توا 12 سنة اكثر يظهر لي اكثر. بون انا خاطر اولادي باك وقتها يلزمهم انترنت في الدار. بون اما ما قبل الباك ما عنديش انترنت انا في الدار، يمشي قايخ وتيكي من الحماس، ما عنديش انترنت. مي للضرورة القصوى، فهمت؟ للضرورة مشيت دخلت انترنت للدار، وي في هاكا ندخل نحي الوي في. انت ما سامحني تقرا مش بعد نص الليل، سامحني تقرا ريفيزيون ماهيش بعد نص الليل، خاطر قريت انا والحمد لله رب العالمين. حتى اللي قبل قرا وكما قلت انت قريت ما كانتش فما انترنت وقت. ما فماش نمشيو نتبعوا احنا قبل، تتبع تخلي 500 في المكتبة وتهز الريجيستر ولا تهز الكتاب تمشي تتبع وترجعوا للمكتبة، فهمت؟ توا لا، توا كل شيء قلت لك بالانترنت. حتى الانترنت توا ولات وسيلة عمل مثلا، اي نجم يخدم بها سي اسهل، ما عادش تقرا برشا باش تشد خدمة، توا تنجم تكبر الانستغرام نتاعك وتبدا تخدم. اي انستغرام ولا كاستغرام. رايك يا بنيتي كل الانستغرام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. برشا عباد اختاروا انهم يعيشوا هكا. انا مع العلم، راني مانيش ضد العلم، بالعكس هذا يتقدم ونواكبوا في العصر وجي كومبرون، مي كيما قلت لك في الفايدة مش الاستهلاك. امان اللي مع كامل احتراماتي انا 14 13 يضرب بسبعة سوايع ثمانية سوايع نهار كامل، راهو سيرتو تو في السلاعة نهار كامل انترنت. جينيراسيون جديدة ما عادش تخمم في الخدمة اللي تحبها، وليت تخمم في انهي خدمة تدخل أكثر فلوس. لا أنا ضد أكثر فلوس بصراحة، أنا ما نحبش المادة برشا، والمادة اللي برشا راهي تطغى، فهمت؟ نحب المادة اللي نجم نعيش بها متوسطة سافا مستورة والحمد لله، وكهو ماهيش مادة مليارات خاطر ذكا يطلع 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 طف ويهبط فسيل ما، خاطر يبدا بالسهل ينتهي بالسهل، تبدا حاجة تعب عليها صدقني والله تتبننها تتبننها، محليها محليها محليها. حسنو ميرسي مدام، يعطيك الصحة. حبيب بنتي وربي يفضلكم، وشكرا على بالحق حسيت برشا فايدة، الحمد لله وربي يسونكم يا ربي، وبرافو برافو برافو برافو. ميرسي مدام. بالجورني وميرسي